أعلن السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن وفدا من كبريات الشركات السويدية سيزور مصر منتصف شهر يونيو المقبل لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال إقامة شراكات مع نظرائهم من المستثمرين المصريين. وقال الوزير أن الحكومة حريصة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وكذا التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط واليوروميد، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسيدة شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة، حيث بحث معها سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري وكذا موقف الشركات السويدية المستثمرة في مصر. ومن جانبها أكدت السيدة شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة حرص بلادها على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن لتحقيق الاستقرار الشامل لمصر أولوية كبيرة لدى الشعب السويدي، ولفتت إلى أنه من المقرر أن تستقبل العاصمة السويدية ستوكهولم بعثة من شركات الأدوية المصرية خلال شهر مايو المقبل لبحث تنمية التعاون المشترك بين شركات الأدوية في البلدين. وأضاف السفير السويد بالقاهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون المشترك خاصة في المجالات القائمة مثل المواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وكذا مساعدة الجانب المصري بالخبرات السويدية الكبيرة في العديد من المجالات الصناعية والترويج للاستثمار.